يلعب في الدقيقة الثانية ركنية وعرضية، جول 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 النيران الصديقة المرة دي تصيب المرمى، وأحمد ياسر ريان يحتفل، أحمد ياسر ريان يحتفل بقى في تاني لمساته بعد دخوله في الشوط الثاني عشان يسجل هدف التعادل 2-2. يا سلام يا سلام على الإثارة، مش قلت لكم هتولع، مش قلت لكم هتسخن، وأحمد ياسر ريان يكتب يكتب بقى ويدون هدف التعادل. مشاهدينا الأحباء، يا سلام ياسر ريان يشير برأسه، يبدو إن هو اللي سجل أدي العرضية. يا سلام، هو ليست النيران الصديقة بل هو أحمد ياسر ريان اللي يصيب مرمى عمرو حسام وهاتم الشبك. يا حسام يا سلام، ارتقاء وسط الزحمة، بص القوة، بص القوة على حدود السكس يارد، ويلعب كرة برأسية مميزة. التوجيه من أحمد ياسر ريان اللي يكافئ الكابتن أيمن الرمادي بعد دقيقتين فقط من نزول الأرض الملعب ويسجل هدف التعادل عشان تكون النتيجة 2-2. يا ليلة يا ليلة، ليلة الختام وليلة الوداع والمشهد الأخير، مشاهدينا الأحباء، في بطولة الدوري العام.